أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص سي ام بي سي. وفي حلقتنا لليوم، حملة بلاها شبكة في مصر تنادي باستبدال الذهب بالفضة، وفي مصر أيضا من يتعرض عليها الإقلاع، شعار يتزامن مع إجراءات حكومية برفع الضريبة على السجائر حتى 50%. وفي حلقة هذا الأسبوع سنتعرف إن كانت عملة البيتكوين آمنة للتعامل في البيع والشراء. تابعونا. تشهد حركة بيع الذهب في مصر حالة من الركود الشديد بعد ارتفاع أسعاره والتي تجاوزت 70%. لنتابع التفاصيل. ذاك الساحر الأصفر خاطف الأبصار يظل كنزا لمن يرغب في الاستثمار، لكن ورغم أن السوق المصرية بها تحف ومشغولات ذهبية يتمنى الجميع التزين بها، كما وأن حب شرائها لدى كثير من المصريين عادة ليس لها حد للإشباع. قاد الارتفاع الكبير لأسعاره في الآونة الأخيرة بنسب تجاوزت 70% البعض إلى العزوف عن شرائها، كما وظهرت عدة حملات كحملة بلاها شبكة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي للتشجيع على استبدال شبكة العروس، والتي تعد من أساسيات الزواج في مصر، بالفضة بدلا من الذهب، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المقبلين على الزواج. الشباب معلش هتعرف تشتري ذهب، لا يشتري ذهب على السعر اللي هو موجود في اليوم ماشي، ولا يدفع إيجار، ولا يدفع غاز، ولا يدفع مية، ولا يدفع إيه بالظبط؟ ممكن أنا لو هجيب بأربعة بخمسة أجيب بألفين بتاع، على حسب. بدل ما أجيب مثلا ذهب تجيب حاجات أدوات منزلية ويبقى شركة بينها وبين العروس والعريس. وتزامنا مع تلك الحملات خرجت عدة توصيات من الخبراء مفادها ضرورة التحوط بالذهب كملاذ آمن ومخزن للثروات، مستندين على أن الاستثمار في الذهب بالجنيه المصري من شأنه أن يحقق أعلى نسب أرباح لمالكيه. أي حد يحط فلوس في الذهب طبعا ما يخسرش خالص، وفلوسه هتبقى موجودة في أي وقت يحب يتصرف فيها يلاقيها موجودة. الذهب ده معاه زي العقار، ولا بياكل ولا بيشرب، ولكن بيزيد من قيمته المادية معاه. وفيما تعد سوق الذهب المصرية سوقا واعدة للاستثمار، يطالب العاملون بها بأن تتولى الحكومة المصرية دعم تلك الصناعة وفتح مجال التصدير والاستيراد وتوفير العملة للتجار وترك السوق لآلية العرض والطلب. نحن بنخبط على البيبان بتاعة التصدير، وهو ده المخرج الوحيد بالنسبة لنا دلوقتي، لأن العملية عملية تبادلية. أنا مش راجل الدهب عندي غالي، فلما ببيعه بيبقى غالي على الزبون اللي بيشتريه في دولة تاني، لا ده إحنا تبادلية. الراجل بيديني 5 كيلو دهب بديله 5 كيلو مشغول واخد المصنعية بس، إنما المصنعية دي برضو لازم الحكومة تدعمها. وبينما تشير بعض التقديرات إلى أن مصر بها نحو 120 منجم ذهب، فإن معدلات استيرادها للذهب من الخارج تقترب من 30 طن سنويا. ندى عبد السلام، سي ام بي سي عربية، القاهرة. أقر مجلس النواب المصري علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات نسبتها 10%. لنتابع التفاصيل من خلال هذا التقرير. نحو 9 ملايين مواطن مصري باتوا خارج الجهاز الإداري للدولة بعد أن تخطوا 60 عام، أعوام طوال قضاها الكثيرون منهم في جهد وعرق وعمل، إلا أن تلك الأعوام لم تشفع لهم أمام ما يتقاضونه من معاش شهري لا يلبي احتياجاتهم. وفيما يبدو أن الحكومة ونواب الشعب وضعوا أصحاب المعاشات نصب أعينهم أخيرا، حيث أقر مجلس النواب رفع الحد الأدنى للمعاشات التأمينية إلى 500 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوة اجتماعية نسبتها 10%، وذلك في محاولة حكومية لتحسين أحوالهم المعيشية وتحقيقا للعدالة الاجتماعية. لما في عندي 8.8 مليون مواطن مصري بيتقاضوا المعاش، إذا حصل لهم حالة من الرضا أو شبه الرضا، دول بيعملوا حماية مجتمعية للمجتمع، بيعملوا أمن اجتماعي للمجتمع برضاهم، لأنهم أكثر ناس حريصين على استقرار الوطن. ورغم أن المعاشات زادت منذ 2011 وحتى الآن بنسبة 60% حتى وصلت لنحو 105 مليار جنيه سنويا تصرف للمستفيدين، إلا أن كثيرا من أصحاب المعاشات وصفوا تلك الزيادات بالمثل القائل تمخض الجبل فأنجب فأرا، حيث يرونها زيادات ضئيلة على حد وصفهم لا تتماشى مع مستويات التضخم التي قاربت 13% يونيو الماضي والغلاء الذي يؤدي إلى تآكلها دون أن يشعروا بها. واحد بيقبض 5000، انا بشتري اللحمه ب 100 وهو بيشتريها ب 100،
بيشتري القطب ب 5 جنيه وهو بيشتريها ب 5 جنيه فما عملتش حاجه ال 10%. انا معاشي بقى محدد، ما بزيدش اي حاجه الا معاشي كل سنه. طب فين العداله الاجتماعيه؟ وفيما لم تكن تلك الزياده مطلبا وهدفا وحيدا لاصحاب المعاشات، رفع اغلبهم سقف الطموحات بمطالب عده، منها اعاده النظر في منظومه التامين الصحيه لتصبح اكثر فاعليه، وطرح سلع ومنتجات لهم باسعار اقل من الاسواق. يتحول العلاج الصحي على كارت الكتروني برضو، يبقى انا العلاج بتاعي يعني الكترونيك موني، اقدر ان انا استغله لما انا اروح بقى مستشفى خاصه، اروح مستشفى حكومي، اروح كله بيتخصم من الكارت. بالنسبه للناس اللي هي بقى لها 40 سنه خدمه مثلا، طب احنا ازاي الناس دي حنفتها؟ قالوا لا، على كل سنه دفعوا فيها تامين نديهم 0.5% من الاجر الشامل اللي هم بياخدوه منه. يذكر أنه بحسب وزارة التضامن الاجتماعي فإن إجمالي أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه، موزعة ما بين 55 مليار وديعة ببنك الاستثمار الوطنية، و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، و162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى 298 مليار جنيه صكوك بالخزانة العامة للدولة. ندى عبد السلام، سي ام بي عربية، القاهرة. تعمل الحكومة المصرية على الإسراع في تطبيق قانون القيمة المضافة على السجائر، فما هو هذا القانون الجديد وما هي تفاصيله؟ لنتابع معا. بعد سنوات قضتها الحكومة المصرية في التصدي لوابل الأزمات الذي أرهق اقتصادها ووضعه بين مطرقة الركود وسندان العجز الذي يترصد الموازنة العامة، استطاعت وزارة المالية المصرية ضرب عصفورين بحجر واحد، فقد أعلنت عن انتهائها مؤخرا من صياغة مواد مشروع قانون القيمة المضافة، في خطوة ترمي بالمقام الأول إلى تنظيم العمل الضريبي لزيادة إيرادات الدولة، ثم إلى استخدام الضريبة هذه كأداة فعالة لمحاربة استهلاك بعض السلع التي تعود على المجتمع والأفراد بالضرر الكبير، ونقصد هنا استهلاك التبغ لكونه مضرا بالصحة، لا سيما وأنه من المقرر أن تزيد الضريبة على السجائر بنسبة 50% طبقا لمسودة المشروع. من يعترض عليه الإقلاع؟ شعار رفعته وزارة المالية المصرية حينما أقرت زيادة نسبة الضريبة المفروضة على السجائر، وهو إكمال للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي 2015، وينص على زيادة فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية إلى 50% من سعر البيع إلى المستهلك، إضافة إلى 225 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، مما يعني أن الزيادة تجاوزت 70% على المدخنين من شريحة محدودي الدخل، قرار قد يواجه بسخط شعبي كبير، لا سيما وأن إجمالي عدد المدخنين في مصر يبلغ 19.6% من إجمالي عدد السكان، أي 15 سنة فأكثر، وأن أكثر من 60% من إجمالي المدخنين يدخنون من 15 إلى 14 سيجارة يومياً، وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما أشارت وزارة الصحة إلى أن متوسط إنفاق الفرد المدخن على السجائر يصل إلى 110 جنيهات شهرياً. فكرة القرار التي أثارت جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان قد تكون الأنسب لاقتصاداً أنهكته التحديات، فبالمقارنة بين تصريح رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر في غرفة الصناعات الغذائية إبراهيم إمبابي أن دخل مصر من السجائر وصل إلى 43 مليار جنيه بين عامي 2015 و2016، وتصريح رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش بأن عائد القناة قد قارب 40 مليار جنيه في العام الماضي، نكتشف بوضوح بأن إيرادات البلاد من ضريبة السجائر والأثخنة ستكون أكثر من دخلها من عبور السفن في قناة السويس. إذن هو قرار سيصب في مصلحة مصر، وذلك في ظل حاجتها الشديدة إلى مثل هذه الضريبة لزيادة الإيرادات، الأمر الذي يوجب على الجميع الوقوف إلى جانبه وتأييده من منطلق وطني وصحي واقتصادي. إغلاق المحال التجارية في السعودية موضوع أثير حوله الجدل من فترة ليست بقصيرة، فما الجديد؟ لنتابع. منذ سنوات يدور الحديث في السعودية حول إغلاق المحال التجارية قبل الساعة 12 ليلا كما هو مطبق الآن،
واليوم تعمل وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى على إنفاذ قرار إغلاق المحال التجارية عند الساعة 9 مساء، لما لهذا القرار من إيجابيات كما تراه الحكومة. وبحسب وزارة العمل سيستثني قرار إغلاق المحال التجارية الساعة 9 ليلا عددا من الأنشطة، أبرزها المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي، والتي سيستمر العمل بها إلى الساعة 12 ليلا في أوقات العمل وإلى الساعة 1 ليلا في الإجازات. ويرى البعض أن هذا القرار له إيجابيات في تعزيز التواصل الاجتماعي وتشجيع السعوديين على العمل في المحال التجارية. ومن الفوائد المتوقعة لإغلاق المحال التجارية مبكرا التخفيف من الازدحامات المرورية واستهلاك الوقود في بلد هو الأكثر في معدلات استهلاك الطاقة في العالم. بدأت السعودية مؤخرا الاهتمام بالضواحي السكانية، وذلك بعد مشكلة الإسكان في السعودية. لنتابع معا. ارتفاع متواصل في أسعار المساكن عاشه سوق العقار السعودي خلال السنوات الأخيرة، حتى بلغ الأمر بالبعض إلى عدم القدرة على الاستفادة من القرض الحكومي لبناء المنزل بسبب ارتفاع تكلفة الأرض، لا سيما في المدن الكبرى. كل هذه الظروف دفعت بالبعض للبحث عن مساكن في الضواحي المجاورة. وتمثل الضواحي السكنية أحد توجهات وزارة الإسكان في المملكة لحل مشكلة السكن، حيث اعتمدت الوزارة مؤخرا مشروع بوابة الشرق في الرياض كأحد الضواحي ومشاريع البيع على الخارطة، وباستثمار يتجاوز 9 مليارات ريال. ويتألف المشروع من 7000 فيلا بأسعار أقل من تلك التي تقع على أطراف النطاق العمراني للعاصمة بمقدار النصف. ويشكل نظام الضواحي السكنية متنفسا للمدن الكبرى في مختلف دول العالم، لكن تطبيقه في السعودية تأخر كثيرا. اليوم بات مطلبا وتوجها للحكومة والمستثمرين لما له من فوائد كثيرة. وتعاني المدن الكبرى في المملكة من ارتفاع أسعار العقارات، ما يجعل الضواحي السكنية حلا مناسبا لتوفير المساكن للكثير من المواطنين من أصحاب الدخل المحدود. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. بعد الفاصل، مايكروسوفت تبيع سندات بنحو 20 مليار دولار. الأسهم عادة لا تعرف مآلاتها، تارة تصعد وأخرى في هبوط، والطرق دوما ليست سالكة، بعضها بالأحمر والآخر شاراته خضراء. مهمتنا أن نبين لك الطريق ونحدد لك المسار، وأنت تختار. مسار السوق على CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. الحياة رحلة قد تكون شاقة لمن يمشيها قلقا، لكنها تصبح أسهل وأمتع حين نختار رفيقا نثق به، رفيق يمنحك الأمان حين يتنكر لك الزمان، التأمين لأن الرفيق قبل الطريق. معي أنا رولا تراوني على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين. أمن عالمك. مع ريكاردو كرم في هذه الأوقات على CNBC عربية. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. عملة البيتكوين الرقمية شهدت أكبر عملية اختراق في الآونة الأخيرة، والتساؤل هنا، هل عملة البيتكوين آمنة للتعامل في البيع والشراء؟ على قائمة الاختراعات التي أفادت البشرية يتربع الإنترنت ويقف ضمن الكبار، فبفضله تغير كل شيء في حياتنا وطريقة معيشتنا إياها. ومن أبرز إسهامات الإنترنت في حياتنا هو العالم الافتراضي، فحرف الإي الذي أصبح جزءا رئيسيا من الإيميل والإي ميوزك والإيماني وغيرهم هو دلالة على هذا العالم الافتراضي، فكلها أصبحت أشياء نستطيع استلامها وإرسالها دون القدرة على مسكها بأيدينا. البيتكوين هو نتيجة مترتبة أيضا على تطور الإنترنت ووجوده كجزء أساسي في حياتنا، فهو عملة افتراضية ولكنها تختلف عن الأموال الموجودة في بطاقتك الائتمانية في أنها غير مصدرة من دولة معينة، ولا يتحكم فيها بنك مركزي معين، ولكنها تتشابه مع باقي العملات في أنها تمكنك من البيع والشراء على الإنترنت أو أي متجر يقبل بتلك العملة. ولكن كيف تحصل على البيتكوين؟ يوجد طريقتين لذلك، إما أن تقوم باستخراجها عن طريق حصولك على جهاز حاسب آلي بقدرات مرتفعة وتشغيله بطريقة معينة لمدة طويلة، أو أن تقوم بشراؤها مباشرة مقابل الدولار من أحد المتاجر الإلكترونية الخاصة بذلك. أما إذا كنت تمتلك بيتكوينز وتريد تحويلها لأموال أخرى كالدولار الأمريكي، فبسهولة تستطيع عمل ذلك أيضا خلال نفس المتجر الإلكتروني. باعت مايكروسوفت سندات بنحو 20 مليار دولار في صفقة استحواذها على شبكة التواصل الاجتماعي لينكدين. لنتابع التفاصيل من خلال هذا التقرير. أصيب المستثمرون بصدمة عندما أعلنت مايكروسوفت عن بيعها سندات بنحو 20 مليار دولار لتمويل عملية الاستحواذ الأكبر لمايكروسوفت على الشبكة الاجتماعية لينكدين في خامس أكبر عملية بيع للسندات على الإطلاق. مايكروسوفت كانت قد وافقت خلال يونيو حزيران على الاستحواذ على لينكدين بأكثر من 26 مليار دولار في أحد أكبر صفقات الاستحواذ في عالم التقنية، وفي إطار جهود الرئيس التنفيذي ساتيا نادلا لتطوير أعمال مايكروسوفت. وعلى الرغم من عبء الدين الكبير على مايكروسوفت، فقد أبقت كل من موديز وستاندرد أند بورز على تصنيفهما للشركة الأمريكية عند تريبل أي. بيع مايكروسوفت للسندات يعد الثالث هذا العام بعد أي بي أن بف التي باعت سندات بقيمة 45 مليار دولار خلال يناير، ودل التي باعت 20 مليارا خلال مايو، في حين أشارت تقارير إعلامية إلى أن أبل كانت قد باعت سندات بسبعة مليارات دولار في الآونة الأخيرة. وقد جاءت عملية البيع هذه بعد مطالب ملحة نظرا لبحث مديري المحافظ عن مصادر دخل، وفي ظل تداول ديون شركات وأخرى سيادية بقيمة تريليونات الدولارات حاليا مع عوائد دون الصفر. فالمستثمرون الأجانب كانوا قد توجهوا إلى الولايات المتحدة، خصوصا بعد قرار كل من المركزي الأوروبي والياباني بخفض معدلات الفائدة وإدخالها في النطاق السلبي وزيادة برامجهما لشراء السندات، الأمر الذي أغرق أسواق السندات بالسيولة وحد من قدرة مديرين على شراء مجموعة من السندات في سوق التداول الثاني من دون تأثر سعر السهم. إلا أن عملية بيع مايكروسوفت للسندات قدمت للصناديق فرصة لتحقيق العوائد المستهدفة ليرتفع الطلب عليها بشكل قوي، وصل إلى 50 مليار دولار، وقد قفزت قيمة السندات لأجل 10 سنوات إلى 4 مليارات بعائد يوازي 90 نقطة أساس، وهو أعلى مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية بنحو 2.24%، في حين وصل العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى 3.73%، أي أكثر من 5 نقاط أساس تستحق خلال عام 2045. أقرت الحكومة اليابانية جزءا من أكبر ثالث تحفيز مالي في تاريخ البلاد، وذلك لدعم وتيرة نمو الاقتصاد الياباني. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. مرة أخرى
تعود الحكومة اليابانية إلى استخدام سلاح التوسع في السياسة المالية لدعم وتيرة تعافي اقتصاد البلاد من خلال إقرار ثالث أكبر حسمة تحفيز مالي في تاريخ اليابان، وهذا رغم الأعوام الثلاثة من سياسات التحفيز التي تبناها رئيس الوزراء شينزو آبي والمعروفة باسم آبينومكس، التي تشمل مزيجا من سياسات نقدية توسعية وزيادة في الإنفاق العام بجانب عمل إصلاحات هيكلية. الحكومة اليابانية أقرت جزءا من خطة التحفيز بقيمة 13 تريليون و500 مليار ين ياباني، أو ما يعادل 132 مليار دولار أمريكي، ضمن خطة التحفيز الأصلية التي تبلغ 28 تريليون ين، أو ما يعادل 266 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال تقديم دعم نقدي لذوي الدخل المنخفض بجانب الإنفاق على مشروعات البنية التحتية. وتشمل خطة التحفيز انفاقا حكوميا بقيمة 7 تريليونات و500 مليار ين ياباني، بالإضافة إلى 6 تريليونات أخرى لتمويل الاستثمارات وبرامج الأقراض. وتقدر الحكومة اليابانية أن تساهم خطة التحفيز المالي الجديدة التي ستنفذ خلال عدة سنوات في دعم نمو الاقتصاد الياباني بنحو 1.4% على المدى القريب، لكن من غير الواضح حتى الآن كيف سيتم تمويل خطة التحفيز الجديدة، وإن كانت التكهنات تشير إلى توجه الحكومة إلى إصدار سندات طويلة الأجل، وهي التكهنات التي نفاها في وقت سابق وزير المالية، بينما يثير توجه الحكومة الجديدة الشكوك بشكل أكبر حول مدى جدية الحكومة في إصلاح مستويات الدين الحكومي المرتفع للغاية. وربما تكون هذه نقطة تحول أخرى من ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع معاودة الحكومة في استخدام سلاح التوسع في السياسة المالية لدعم النمو الاقتصادي، في وقت ترى فيه الأسواق أن أسلحة البنك الياباني المركزي قد نفدت. البريكزيت يؤدي إلى تخارج المستثمرين من صناديق الاستثمار البريطانية إلى أعلى مستوى، وذلك منذ الأزمة المالية العالمية. لنتابع معا. البريكزيت وتصويت بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي ساهما في تعزيز المخاوف في الأسواق، وساهما بالتبعية في هروب رؤوس الأموال، وهو أمر طبيعي في ظل حالة الضبابية وعدم اليقين التي خيمت على الوضع في بريطانيا. آخر التقارير التي صدرت حديثا أظهرت سحب المستثمرين الأفراد نحو 1.4 مليار جنيه استرليني من الصناديق العقارية خلال شهر يونيو فقط، وهو الشهر الذي شهد الاستفتاء التاريخي على مصير بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وهو رقم يعادل 6% من إجمالي أصول قطاع الصناديق العقارية، مما دفع بعضا منها إلى وقف عمليات التداول. عندما يتسرب الخوف إلى المستثمرين مغلفا بحالة من عدم اليقين، فأن التخارج من الأسواق والوقوف في وضع الحياد هو سيد الموقف. الأرقام تظهر تخارج رؤوس الأموال بنحو 3.5 مليارات استرليني من صناديق الاستثمار للأفراد، وهو رقم يتجاوز عمليات سحب رؤوس الأموال خلال الأشهر التي تلت اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. وبالرغم من هذا الرقم الكبير الذي تم سحبه من الأسواق، فإن هناك 15 مليار جنيه استرليني أخرى تخص المستثمرين لا تزال محتجزة حتى الآن بسبب عدم وجود سيولة كافية لتغطية طلبات الاسترداد. الأمر لا يزال في بدايته، والكثير من المستثمرين يحاولون الوقوف في وضع الحياد حتى يتم معرفة مستقبل بريطانيا بشكل واضح، أو بالأحرى انتظار الاتفاقيات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، وإذا ما ستبقي على الامتيازات البريطانية، لا سيما حرية الولوج إلى السوق الأوروبية الموحدة التي تضم نحو 500 مليون عميل. وإلى أن نصل إلى تلك النقطة ستظل محاولات المستثمرين مستمرة في تجنب المخاطرة. شركة بنتلي للسيارات اختارت دبي لتشييد أكبر صالة عرض في تاريخ الشركة الإنجليزية العريقة. لنتابع التفاصيل مع الزميل محمد سيف. خطوة هامة قامت بها العلامة البريطانية العريقة في عالم السيارات بنتلي
وشركة الحطور للسيارات بافتتاح أكبر صالة عرض لبنتلي على مستوى العالم في مدينة دبي. بنتلي موتورز. اختارت شركة بنتلي للسيارات مدينة دبي لإقامة أول صالة عرض لها وفقا لهذا الطراز، وهي واحدة من 12 صالة عرض تقام حول العالم. إذا نظرت إلى هذا المعرض ستجده معبرا عن عالم بنتلي، ويتفوق على صالات عرض بنتلي في لندن وميلانو ونيويورك وروما وحتى في آسيا لا سيما هونغ كونغ وطوكيو، والواضح دائما أن دبي هي الأولى. وأوضح المدير العام لشركة الحطور للسيارات كارل هامر أن تكلفة صالة العرض تجاوزت 120 مليون درهم، وتعتبر جزءا من مليار درهم رصدتها مجموعة الحطور في الفترة من 2009 وحتى 2016 بهدف تعزيز وجودها وزيادة مبيعاتها وحصتها السوقية داخل الإمارات. منذ 3 سنوات بدأنا في تشييد صالة العرض في دبي وفقا للتصميم الجديد، وبالتأكيد أن هذا التصميم مناسب جدا لدبي، خاصة أنه يحتوي على 160 ألف LED lights نستطيع من خلالها وضع علم الإمارات وعرض فيديوهات، بالإضافة إلى خدمات صف السيارات والتي توجد فقط في الفنادق. وتحتوي صالة العرض على مجلس عربي ومحلات لبيع منتجات بنتلي، ولذلك دائما دبي في الصدارة والآخرين يحاكون ما تقوم به دبي. المعرض الجديد أقيم على 6 طوابق علوية وسفلية، ويضم مرافق خدمية متنوعة ونشاطات متعددة، حيث يحتل مساحة نحو 7000 متر مربع، ويتسع لنحو 40 سيارة جديدة ومستعملة، إضافة إلى ردهة خاصة لعرض كل طرازات بنتلي، بالإضافة إلى مجلس عربي لاستضافة واستقبال كبار الشخصيات من العملاء. منذ عام 2011 وشركة الحبتوري للسيارات هي الوكيل الأول لسيارات بنتلي حول العالم، وتفوقنا على الوكلاء في الصين مع وجود فارق كبير في الأسواق وعدد السيارات بين مدينة دبي والمدن الصينية بكين وشنغهاي، ونحن الوكيل الأول لسيارات بنتلي حول العالم. وستكون صالة عرض بنتلي في الإمارات أحد أبرز الأبنية الفارهة على شارع الشيخ زايد، وقد صممت لتتفوق على أكبر صالات العرض الموجودة للسيارات الفاخرة في العالم، إلى جانب أنها تضم واحدة من أكثر الوجهات المضيئة تقدما في العالم. النجاح الذي تتمتع به شركة بنتلي للسيارات وتحديدا في الإمارات العربية المتحدة دفع هذه الشركة الإنجليزية العملاقة لاختيار دبي لإقامة أكبر معرض لها في العالم. محمد سيف، CNBC عربية، دبي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج قصص CNBC، ولمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقع CNBC عربية وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. إلى اللقاء.